أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز ما سيتم إعطاؤه خلال الأسبوع الثاني من مادة اللغة والأدب، فأهلا وسهلا بكم. دعوني أذكر بأبرز الأهداف المرجو تحقيقها اليوم. إذن أهدافنا هي توضيح أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال الأسبوع الثاني من مادة اللغة والأدب لتكون متواصلاً معي من البداية. أذكر عزيزي الطالب بالمفاهيم والسياق العالمي الذي سنركز عليه خلال تدريسنا لهذه الوحدة. وحدتنا بعنوان حدود الشمس، الفن الأدبي الذي سنتحدث عنه هو فن المقال. المفهوم الرئيس في هذه الوحدة هو الروابط. الروابط أو العلاقات تجمعنا روابط مختلفة بمن نحيط بهم، وهذه الروابط مختلفة. أين يكمن هذا المعنى أو هذه المفردة وكيف سنجسدها؟ عند شرح الدرس سنتحدث بتفصيل أكثر. المفهوم ذو الصلة هو وجهة النظر أو والغرض. وجهة النظر تعبر من خلال موضوعات هذه الوحدة عن وجهة نظرك. مثلا الدرس الأول هو التدخين، ستعبر عن وجهة نظرك في هذه الظاهرة. هناك أيضا مقال آخر بعنوان المراهقة، ستعبر عن وجهة نظرك في الموضوعات الخاصة والتي طرحها الكتاب أثناء المقال. السياق العالمي هو الهويات والعلاقات، السعادة ورغد العيش. كيف ترتبط هذه الموضوعات بسعادتنا وطيب عيشنا؟ بالتأكيد عندما نقول التدخين، عندما نبتعد عن مثل هذه الظواهر فنحن نحيا حياة صحية، حياة سعيدة إن شاء الله. لذلك هنا يكمن السياق العالمي الخاص بنا. عبارة البحث: يرتبط البشر بعلاقات تحقق أغراضهم في تحقيق السعادة ورغد العيش باحترام وجهات النظر المختلفة. كنا قد توقفنا في الأسبوع الأول عند قراءة مقال التدخين. في هذا الأسبوع سنقوم بالتفصيل في هذا المقال من خلال تفسير معاني المفردات الجديدة الواردة فيه، استخدامها في جمل عبر العمل الجماعي في الغرفة الصفية. سنقوم أيضا بالتعرف إلى أبرز الأفكار والقيم المستفادة من هذا المقال. كما تلاحظ نحن نحدد هذه الخطوط العريضة على المقال، نقوم بكتابة وتدوين الملاحظات على دفترنا، ولا يخلو الأمر أيضا من توزيع المهام أثناء العمل الصفي. وفي كل مرة نقرأ مقالاً أو درساً لابد أن نقيم فهمنا له من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التابعة له. كما تلاحظ فإن الأسئلة تنقسم إلى نصفين: أسئلة مفردات وأسئلة فهم واستيعاب، أسئلة معجم لغوي وأسئلة استيعاب. سنتعرف أو سنستخدم المفردات التي تعرفنا على معناها في جمل مفيدة. سنكتب الضاد الكلمات وأقصد بالضد أي العكس، وسنتعرف أيضا على إجابات الأسئلة من خلال استيعاب الفقرات التي قمنا بتحليلها. كما سيكون هناك عمل جماعي لاقتراحات أنتم تحبون أن تضيفوها للآخرين حتى يقلعوا عن ظاهرة التدخين، ولا سيما أن البعض منكم لديه تجارب لابد من عائلته أو أفراد أسرته، فيجب أن نكون فاعلين من خلال إحداث التغيير في محيطنا حسب الإمكانيات أو القدرة. ثم سننتقل إلى التعرف إلى مفهوم فن الحوار، لماذا نتحاور، أركان الحوار وآداب فن الحوار. ثم ستجري حواراً مع من تختاره أنت، شخصية تختارها، قد يكون لاعب رياضي، قد يكون معلم، مدير، طبيب المدرسة، مرشد، معلم مادة العلوم، لتحاورهم
في موضوعات الدرس الذي قمنا بشرحه وهو التدخين، وذلك من خلال إعداد أسئلة خاصة لهذا المحاور ثم تقديمها لنا على شكل حوار كما أخذنا أركانه في الصف. سننشر الفائدة للجميع من خلال تصميم مطوية. سنتعرف إلى المقصود بالمطوية وكيفية إعدادها وبعض البرامج التي تساعدك في إعدادها حتى تكون أيضا عنصر يخدم المجتمع الذي حوله. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها خلال هذا الأسبوع. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب يومكم بكل أمل وخير.